education، وحاول برضو تعطش ال دي كده مع ال U دايما في الانجليش. education. خليك ايه يا ابو؟ وقت حضرتك بتتكلم بصوت خليك ايه؟ تنبص خاص بالحال. كم ايه؟ في كذا طريقه وكذا مسمى، ده يتوقف هل انت لسه بتدرس؟ فممكن لو انت لسه بتدرس بالانجلش هتقول I'm still studying، وبعدين مثلا تقول ايه اسم الكليه I'm still studying at the faculty of كذا، تمام؟ حسب اسم الكليه بقى. انا هبقى اعمل فيديو تاني على اسماء الكليات في الانجلش، او I'm still a student، I'm still a student، okay and so on. طيب لو انت خلصت لسه مخلص جديد هتقول بالانجلش، لسه مخلص كليه مثلا تقول I'm a fresh graduate، I'm a fresh graduate. طيب انت مثلا بتحضر دراسات عليا اسمه post graduate، post graduate. في طريقه تانية لما تحب تقول انك لسه في الكليه تقول under graduate، under graduate، تمام؟ طيب لو بتحضر لو معاك ماجستير او ماسترز هتقول في الانجليش I have masters in كذا، تقول الميجر I have masters in كذا. لو معاك دكتوراه هتقول doctorate I have doctorate in blah blah blah. طبعا الميجر او التخصص بتحطه بعد ان. family او العيله بتاعتك، العيله الكريمه. ده عيله زباله يا راجل. دول من بره اوبا اوبا ومن جوه يا يا انا ابن ناس كبار قوي. لما تيجي تعرف العيله بتاعتك بالانجلش انا مش عاوزك خالص تقول زي برضو الغلطه انا بسمعها من البيجنرز I have a father and mother. طب ما هو كلنا عندنا بابا وماما، ولا ايه؟ انت هتخليني كده افهمك غلط. تبتدي تتكلم عن اخواتك. افضل طريقه مثلا انك تقول مثلا ايه I have three sisters and one brother، وبلاش تحسب نفسك ها. I have three sisters and one brother. My brother works as. ابتدي بقى طبق من النقطه الثانيه. اخويا شغال ككذا كذا كذا. My sister is 19. يعني انت ممكن تنقل من النقطه الثانيه في النقطه دي وتعرف العيله بتاعتك على قد ما تقدر. لما تحب تتكلم على باباك ومامتك، لو مامتك مش شغاله بلاش تقول it doesn't work، she doesn't work، لان برضه مش natural او في الانجلش. قول she is a housewife، she is a housewife. باباك على المعاش ممكن تقول he is on pension او he is retired in English. He is on pension او he is retired. Hobbies او هواياتك. الله حبيبي. في الانترفيو الافضل ان انت تتكلم عن هوايات مفيده، يعني بجد ما تقوليش يعني انت رايح انترفيو في شركه كبيره وتقول لي I like play، يعني I like playing PlayStation or I like playing video games. حاول على قد ما تقدر، بص عشان من الاخر كده وانا اسف، عشان تبقى ناجح في انترفيو try to be a liar. حاول تتكلم على هوايات مفيده ليك. المهم السؤال ما بيسألش في الانجليش، ما فيش حاجه اسمها what are your hobbies، لان النيتيفز ما بيسألوش كده. هنقول لك الموضوع مش موضوع جرامر بس، هو بيقول لك what do you do for fun، what do you do in your free time، بتعمل ايه في وقت فراغك، what do you do for fun and so on. الاجابتين المثاليين تستخدم like او love وتجيب بعدها الحاجه اللي انت بتحبها، زي مثلا I like tennis، او تجيب like وتجيب verb plus ing وبعدين تجيب الحاجة دي برضو. فبدل ما نقول I like tennis أو I love tennis ممكن نقول I like playing tennis أو I love playing tennis. Hopes and dreams، واخدين بالكم DR زي ال DU برضو بنعطشها كده. Dreams hopes and dreams. سؤال ممكن يسأل في كذا طريقة في الانترفيو، ممكن يقول لك tell me about your future plans، كلمني عن خطتك المستقبلية. What do you dream about، يعني ممكن تسأل بتحلم بإيه وان ان ان سو اون، كذا طريقه. المهم الاجابه المثاليه في الانجليش ان انت يا اما تستخدم تركيبتين، يا اما تقول اي هوب وتجيب بعدها فعل، زي مثلا اي هوب تو بعدين فعل، انا اسف اي هوب تو ترافل تو فرانس، انا عاوز اسافر فرنسا. او انك لو هتجيب صفه هتقول اي هوب وبعدين تو وبعدين تستخدم بي صفة أو وظيفة وبعدين تستخدم اسم الحاجة. يعني لو هتجيب فعل قول hope to plus verb، لكن لو هتجيب صفة أو اسم يبقى hope to be I hope to travel to France. طيب انت عاوز تقول مثلا I hope to be an actor، عاوز أبقى ممثل، يبقى أنا جبت هنا noun فهقول I hope to be an actor and so on.
ما عنديش اي حاجه اضيفها النهارده. لو الفيديو عجبك لايك اند شير. ثانك يو اند ويش يو اول ذا بيست. باي.